قباء. من ذهب إلى مسجد قباء في وقت النهي. نعم. من ذهب إلى مسجد قباء في وقت النهي هل يصلي التحية أو لا؟ على الخلاف، على الخلاف. إذا أراد أنه يجلس في مسجد قباء يصلي، أما إذا كان ما هو بجالس لا ما يصلي. إذا أراد أنه يجلس في مسجد قباء أو بالمسجد النبوي أو بأي مسجد من المساجد، إذا كان يريد الجلوس بعد العصر فبعض العلماء كما سمعتم يرى أنه يصلي، لأن هذا من ذوات الأسباب.